بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحباء أينما كنتم في أرجاء سلطنتنا الحبيبة وعماننا الغالية المتابعين لبرنامج صح ومساء في هذه الإطلالة المتجددة لهذا البرنامج. نتمنى بمشيئة الله أنكم أيام يعني الأربعاء والخميس والجمعة قضيت أوقات ممتعة بصحبة الأهل والأصدقاء والأحباب وتجولتوا أيضا يعني كذا في سلطنتنا الحبيبة وما تنعم به من مناطق سياحية جميلة ورائعة. صباح ومساء أيضا متواصل معكم إن شاء الله تعالى ويتجدد اللقاء بكم مشاهدينا ولا زال في جعبتنا الكثير الكثير إن شاء الله تعالى من خلال البرنامج، لا سيما أن اليوم معنا الفقرة الأسبوعية اللي هي فقرة شبابيات وأيضا بالإضافة إلى فقرات ومحطات أخرى. قبل لا ننتقل ونتجول إلى محطات البرنامج المختلفة نرحب بزميلة جنان. ومسائك خير يا جنان. مساءك نور وهلا ومرحبا بك سيف، وايضا ارحب بكل مشاهدينا وكل من يتابعنا في هذه اللحظات، اجمل تحيه لكم من برنامج صباح ومساء. ومثل ما ذكر سيف عندنا محطات كثيره اليوم في برنامج صباح ومساء، منها فقره الشبابيات. وسؤالنا اليوم في فقره شبابيات، هل الشباب لديهم اقبال الانخراط في العمل التطوعي؟ والاجابه بنعم او لا. طبعا السؤال موجود في صفحتنا التفاعليه وراح تظهر العناوين تباعا على الشاشة، يمكنكم المشاركة عبر الفيسبوك وعنواننا هو أمان تي في جنرال، وعلى التويتر أيضا @أمان تي في جنرال، وأيضا على اليوتيوب يمكنكم أيضا متابعة البرنامج على أمان تي في جنرال. سؤال الاستطلاع كما هو ظاهر على الشاشة، هل تؤيد توحيد بداية العام الأكاديمي في الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة؟ طبعا هذا سؤال استطلاع رح نتناول إن شاء الله في حلقة الغد، وهو هل تؤيد توحيد العام الأكاديمي أم لا في الكليات والجامعات الحكومية والخاصة. نحيي الجميع وأجمل التحية لكل من يتابعنا. بلا شك جنان إن شاء الله تعالى هذه الفقرة اللي هي فقرة الدراسة والاستطلاع مشاهدينا راح تكون معكم كل يوم أحد، راح ننتقل أيضا ونطرح لكم موضوع معين يخص بظاهرة الاستطلاع والدراسات. طبعا هناك الكثير جنان وصلتنا من التعليقات على صفحاتنا التفاعلية واللي ذكرتها قبل شوي مشاهدينا جنان. من ضمن التعليقات اللي وصلتنا من مرجان البحر نوجه له كل الشكر، يقول لا طبعا عشان نريد نرتاح في البيت ما نريد إزعاج يسويون لنا زحمة. إذا نسوي لكم زحمة ليش ما تصير زحمة إن شاء الله. أيضا من التعليقات على سؤال الاستطلاع اللي هو هل تؤيد توحيد بداية العام الأكاديمي في الجامعات والكليات الخاصة، المنذر السيابي يقول إذا كانت لديكم حلول لزحمة الشوارع فهي خطوة جميلة. وايضا خالد اللي دائما متواصل معنا يعني عضو نشيط ما شاء الله عليه معنا، يقول انا اعتقد انه خالد اكيد بيقول نعم. يقول تحديد تواقيت محدده لحركه الطلبه تسهل دراسه حلول متكامله لازدحام المروري وتنفيذ مشاريع وافكار جديده تعنى بهذا الشان. شكرا لك يا خالد. إذا وبعد في حلقتنا لليوم مشاهدينا وأيضا فيها سؤال لكم مشاهدينا ومتابعينا، السؤال يقول هل هناك إقبال من الشباب للانخراط في العمل التطوعي؟ الإجابة بنعم أو لا، والسؤال ظاهر على الشاشة الآن، هل هناك إقبال من الشباب للانخراط في العمل التطوعي؟ الإجابة بنعم ولا، ونرجو منكم كذا المشاركة معنا في موضوع حلقتنا اليوم في فقرة الشبابيات عبر الصفحات التفاعلية في الفيسبوك أمان تي في جنرال، وعلى التويتر @أمان تي في جنرال، وعلى اليوتيوب أمان تي في جنرال. سيف إيش إجابتك على سؤال الحلقة؟ أنا إجابتي نعم طبعاً. إجابتك نعم. إجابتي نعم. الله. هل شاركت في أعمال تطوعية سيف قبل كذا؟ أعمال تطوعية الحمد لله كثيرة وشيء طبيعي، يعني هذا خاصة معانا في الجامعة جامعة سلطان قابوس العديد من الفعاليات والمناشط لا سيما تهتم بعملية التطوع وفي جماعات مخصصة يعني تهتم بهذا الموضوع. ولا ننسى أيضا في جماعات معينة في مجموعات داخل الجامعة خصصت لجنة خاصة اسمها لجنة التطوع داخل طبعا جماعتها تعنى بشأن التطوع وحث أعضائها على المشاركة في التطوع. جميل، الله يعطيهم العافية والله يوفق الجميع إن شاء الله في العمل التطوعي. إذا نروح لفاصل ونرجع نتواصل أيضا مع محطاتنا في صباح ومساء.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في فقرة طبعا علومنا اللي نحاول من خلالها تغطية أبرز الأخبار والمناشط والفعاليات اللي حدثت في السلطنة في فترة الصباح وأيضا في فترة المساء. ومن علومنا لليوم تنطلق اليوم فعاليات قافلة مبادر الشبابية تحت رعاية صاحبة السمو السيدة منى بنت فهد آل سعيد والتي تنظمها جماعة أصدقاء المجتمع بالتعاون مع الفرق والجماعات التطوعية والتوعوية. ويشتمل البرنامج القافلة على العديد من المجالات التي تساهم في إبراز الجانب التنموي والتطوعي والاجتماعي والثقافي والقانوني للجمعيات والفرق وذلك على مدار 3 أيام. الجنان طبعا اليوم موضوع حلقتنا سؤال حلقتنا اللي سألتني قبل شوي عن اللي هي التطوع ومبادرة الشباب وانخراطهم في عملية التطوع. سبحان الله الحين هذا أكبر يعني دليل يعني صحيح. على هذا الموضوع بالفعل. أيضا من علومنا مشاهدينا يدشن بعد غد الاثنين فيلم تسجيلي حول حادث غرق سفينة أمستلفن الهولندية ونجاة عدد من ملاحيها وذلك في احتفائية خاصة في فندق قصر البستان برعاية وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي بحضور معالي وزيرة النقل والبنية التحتية في مملكة هولندا وعدد من المدعوين وممثلي شركات القطاع الخاص التي قدمت الدعم المالي لإنتاج الفيلم الذي يجسد حادثة الغرق في ليلة غارقة في الضباب 5 أغسطس عام 1763 مقابل ساحل رأس مدركة بمحافظة الوسطى. نجا من هذه الحادثة 30 من بحارتها الهولنديين الذين حاولوا قطع مسافة تتجاوز أكثر من 500 كيلومتر سيرا على الأقدام إلى رأس الحد التي لم يصل إليها إلا عدد محدود ممن نجوا من الغرق من هذه السفينة. نروح نشوف الفيلم مع بعض سيف، إيش رأيك بعد غد الاثنين؟ أنا راح أتفق صراحة، خلاص مقرر أن أتفق مع الشباب، راح نروح إن شاء الله نشوف الفيلم ويا بعض. يعني ما بتروحوا معي؟ وأتمنى أنه هذا الفيلم أيضا يعرض في صالات السينما إن شاء الله. ما بتروحوا معي يعني؟ لا لا ما بنصير معي، خلاص أنت بروحك يعني. إذا راح أشوفكم هناك إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. وأيضا من علومنا مشاهدينا قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بعمل التحسينات اللازمة لرفع الضغط بشبكة توزيع المياه بولاية السيب، حيث قامت بربط خط النقل مباشرة بخط التوزيع، وسيساعد هذا الربط في التغلب على مشكلة انخفاض الضغط الذي تعاني منه معظم المناطق بولاية السيب، حيث إن البنايات التي تزيد عن طابقين لا تصلها المياه بسبب الزيادة في الاستهلاك. وجاري حاليا فحص وتجربة هذه التوصيلة التي عملها وسيتم وفاة المشتركين بهذه النتائج. بأمانة أنا من ضمن المعانين جنان. يعني أنت من سكان ولاية السيب؟ طلبت جامعة سلطان قابوس طبعا مقرهم دائما سوق الخوض بولاية السيب، وإحنا صراحة من ضمن المعانين، وأتمنى يعني أن هذه المشكلة في أقرب وقت يتم حلها إن شاء الله، وإن شاء الله يعني تلاقي المسألة حل ناجع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أيضا من علومنا مشاهدين بحضور كوكبة من كبار العلماء والمفكرين في الدول الخليجية والعالم العربي والإسلامي تنطلق غدا بجامعة السلطان قابوس فعاليات ندوة العلماء العمانيون والأزهريون والقواسم المشتركة. يرى حفل افتتاح الندوة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، وستقدم خلال فترة الندوة 28 ورقة عمل يقدمها عدد من الباحثين والمفكرين في السلطنة ومن الأزهر الشريف وعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي. للحديث أكثر عن تفاصيل هذه الندوة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محسن بن حمود الكندي مدير مركز الدراسات العمانية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للندوة. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. نرحب فيك في برنامج صباح ومساء. وبداية دكتور، ما هو الهدف من إقامة هذه الندوة على أرض السلطنة؟ على كل حال هذه الندوة ندوة فكرية تعنى بالبحث العلمي أولا، وتعنى بالعلاقات الأكاديمية بين المؤسسات العلمية في الوطن العربي. والجامعة تأتي إقامة هذه الندوة في إطار هذه الثنائية العلمية بين الأزهر الشريف، جامعة الأزهر الشريف الحاضرة العربية العريقة في الذاكرة العربية والإسلامية، وبين جامعة السلطان قابوس التي ترى أن البحث العلمي لا بد أن يتوفد عبر هذه المنابر العلمية العريقة. طيب دكتور، ما هي المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها من خلال هذه الندوة؟
هذه الندوة كما أشرت على اعتبار أنها ندوة فكرية سوف تعنى بقراءة قواسم مشتركة أولا بين المدرسة العمانية في التفكير الفقهي والديني وبين مدرسة الأزهر الشريف بأفكاره الوسطية المعتدلة، وهي رؤية أكاديمية تحاول الجامعة أن تحقق من خلالها هذه الثنائية التي أشرت إليها في اللقاء الأول، وهي إيجاد تواصل مع أقطاب الخطاب في الذاكرة العربية وفي المجال المعرفي العربي والإسلامي. نعم دكتور، ما هي القواسم المشتركة بين العلماء العمانيون والأزهريون؟ القواسم المشتركة تتجلى في التسامح والوسطية والنظرة العميقة إلى مختلف القضايا المحققة للوحدة الإسلامية أولا، وأيضا القواسم المشتركة في التأليف والتأليف المقارن، والقواسم المشتركة في إيجاد الأرضية التي تؤسس خطاب وحدوي إسلامي يعنى بالتفكير المتسامح والمعتدل. جميل دكتور، ما هي أبرز خلينا نقول جهود العمانيين والأزهريين في نطاق خدمة الدين الإسلامي بشكل عام؟ على كل حال يعني أبرز حققتها المدونة الإسلامية في أطر معرفية كثيرة، في أطر الثقافة وفي أطر المعرفة الدينية وفي أطر أيضا العلاقات الأكاديمية على مستوى الجامعات وعلى مستوى أيضا رفض البحث العلمي لعقول نيرة تعنى بالبحث العميق وتعنى أيضا بتقديم رسالة وحدوية شعارها التسامح والاعتدال. نعم، إذا دكتور خلينا يعني نبتعد قليلا عن الندوة، وعندنا سؤال اليوم في حلقة اليوم عن العمل التطوعي، والسؤال يقول يعني ونريد مشاركتك طبعا بالإجابة على هذا السؤال بنعم أو لا. السؤال يقول هل هناك إقبال من الشباب للانخراط في العمل التطوعي؟ نعم بالتأكيد. بالتأكيد. إذا نتمنى على اعتبار أن الراهن الحقيقي هو راهن الشباب المعاصر. صحيح بالفعل. إذا نتمنى لكم كل التوفيق الدكتور في ندوة العلماء العمانيين والأزهريون والقواسم المشتركة. شكرا لك الدكتور محسن بن حمود الكندي مدير مركز الدراسات العمانية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للندوة. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور. ولازلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج صباح ومساء، ونذكركم بسؤالنا اليوم في فقرة شبابيات، هل ينخرط الشباب في العمل التطوعي؟ الإجابة بنعم ولا. السؤال يظهر على الشاشة الآن وهو هل هناك إقبال من الشباب للانخراط في العمل التطوعي؟ والإجابة هي بنعم ولا. ويمكنكم مشاركة معنا عبر الصفحات التفاعلية على الفيسبوك أمان تي في جنرال، وعلى تويتر أيضا أمان تي في جنرال، وعلى اليوتيوب أمان تي في جنرال. نتمنى مشاركتكم معنا في سؤال الحلقة. سيف طبعا في ردود كثيرة وصلت لنا يعني على هذا السؤال، ويعني طبعا ردود كثيرة، منها يعني أحد الردود وصل لنا من ناعم العود، يقول أو تقول نعم بتافع حب العمل التطوعي بغض النظر عن الارتباطات الأخرى، فمن لديه شغف للعمل التطوعي يسبق الناس ويحب الظهور ويفجر طاقته في ذلك. أحب العمل التطوعي وأشجع الناس له وأشكر المراكز التي تتيح الفرص للشباب نحو الانطلاق من نقطة عمل تطوعي نحو اللامستحيل. شكرا طبعا لناعم العود. نعم. وأيضا من ضمن المشاركين جنا معنا في صفحاتنا التفاعلية مشاهدينا نجمة البلوشي تقول أنا كممرضة أحب أساعد الناس وأحب كثيرا أن أشارك في العمل التطوعي وأشجع المجتمع بمشاركة في الفعاليات التي ينظمها المراكز أو تنظمها المراكز التطوعية ومساندتهم ماديا ومعنويا. شكرا لك يا نجمة. ما شاء الله المشاركات كثيرة يعني سيف على سؤال الحلقة. صحيح. أيضا من يعني المشاركات عندنا سن هارت محمد يقول يقبل الشباب على العمل التطوعي إذا كانت هناك إرادة وإدارة ناجحة لهذا العمل كالتعريف به وأين تصب إيجابياته ومدى خدمته للمجتمع، فإذا نشر الوعي بأهمية العمل التطوعي سيزداد المقبلين عليه. شكرا لك يا سن هارت محمد على المشاركة. وأيضا جنان برنسس ألين تقول نعم أحب العمل التطوعي مهما كان نوع العمل بدون أي تردد. الله
وأيضا مشاهدينا من فهد القفيل يقول نعم أحب العمل التطوعي حسب الظروف ونوعية العمل، بالإضافة إلى أيضا هناك الكثير من المشاركات نستعرضها كذا سريع جنان. كون أن البرنامج دائما نقول من المشاهدين منكم وإليكم مشاهدينا الأحبة. فصخب الحروف يقول نعم، فالعمل التطوعي محصور في كلمة تعاون، والأعمال التطوعية هي عمل وطني وذاتي. فعلا الأعمال التطوعية جنان عمل ذاتي ووطني ينبع من ذات الإنسان. نعم، إذن كثير من المشاركات. عن أيضا غيث الحجري، غيث يقول نعم ولكن على حسب الموقف التطوعي أو العمل التطوعي. شكرا لك غيث. أبو فيصل العماني يقول نعم ولكن حسب الظروف والمشاغل. إذن أجمل التحية لكل من يشاركنا في الصفحات التفاعلية للمشاركة والإجابة على سؤال الحلقة. متابعينا يعني ننتقل إلى فقرة أخرى وتقرير آخر في البرنامج، وهو تقرير عن كهف الهوتا. طبعا كهف الهوتا المعروف لدى الكثير منا، وهو كهف طبيعي عملاق عظيم الاتساع، يقع في ولاية من ولايات السلطنة وهي ولاية الحمرة بالمنطقة الداخلية. طبعا اكتشف سكان المحليون منذ مئات السنين ونسجوا حوله الأساطير الغريبة طبعا لغرابة الأشكال الطبيعية اللي فيه. طبعا سيف ما أعرف إذا أنت زرته أو لا، طبعا هو يعتبر مزار سياحي جميل. طبعا كهف الهوتا من الأماكن السياحية الجميلة اللي دائما يعني السياح كذا يقصدوه، ولكن أنا ما بأمانة ما زرته، ولكن في نية إن شاء الله تعالى على الأيام القادمة خاصة أيام الويكند أنه تكون لنا زيارة لكهف الهوتا. هذا الكهف الرائع اللي بس حسب المعلومات اللي وصلتنا عن طريق القطار كذا لمدة 5 دقائق. الله، دام أن فيها قطار يعني. أيوة دام أن فيها قطار أنا بعد بسير وياك تراني. حياك الله. جميل. إذا يعني كهف الهوتا افتتح كمزار سياحي كان في شهر ديسمبر عام 2006. يمتد الكهف لمسافة 5 كيلومترات تحت الأرض. طبعا تم تسمية الكهف بذلك الاسم اللي هو كهف الهوتا نسبة إلى قرية الهوتا اللي تقع ضمن يعني يقع الكهف ضمن طاقة. طبعا أتمنى إن شاء الله أني أزور هذا الكهف يعني وأتمتع بهذه المناظر الطبيعية إن شاء الله. إيش رأيك سيف أنا وأنت ومشاهدينا ننتقل في هذه الفقرة ونشاهد كهف الهوتا من خلال هذا التقرير. فقرة كاميرتنا. إذن مشاهدينا نتابع كهف الهوتا من خلال فقرة كاميرتنا. حياكم الله مشاهدينا الأحباء المتابعين لبرنامج صباح ومساء. طبعا كانت لقطات جميلة ورائعة من كهف الهوتا. لنوجه لكم الدعوة أنكم تزوروا هذا الكهف الذي يقع طبعا في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية. فقرات صباح ومساء مشاهدينا أيضا متواصلة معكم إن شاء الله تعالى، ووصلنا إلى الفقرة اليومية، الفقرة الرياضية بصحبة الزميل هلال المعمري. ومساء الخير. مساء الخير يا سيف.
الجديد في عالم الرياضة؟ هناك الكثير من الجديد سيف في عالم الرياضة، ولكن اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن مبادرة كأس شباب عمان للراليات. هذه المبادرة التي تتبناها شركة السلامة أولا. هذه الشركة طبعا مثل ما نعرف التي أسسها بطل الراليات حمد لوهيبي، وكذلك نجم منتخبنا الوطني علي الحبسي. كأس شباب عمان مشاهدينا الكرام للراليات هو عبارة عن سلسلة من السباقات تقام على مدار العام وتضم مجموعة من الشباب والفتيات. سنتعرف أكثر حول هذا الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل، نتمنى ألا تذهبوا بعيدا. بالأمانة السياقة هي هواية كل الشباب العمانيين. I chose this because I really like anything to do with motorsports. فالهدف من هذا هو أن نخلق أبطال يكونوا سفراء للسلامة في مدارسهم، في كلياتهم، عند أصحابهم. It's not a rally program, it's a youth development program, but we're using the platform of rallying to bring that across. كأس شباب عمان للراليات مصمم ليساهم في تعزيز التوعية بالسلامة المرورية، هذا هو الهدف الأسمى في الأمر، وكذلك تطوير وصقل مواهب الشباب في رياضة السيارات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذن محطتنا الرياضية اليوم للحديث حول مبادرة كأس شباب عمان للراليات، مثل ما ذكرنا هذه المبادرة التي تتبناها مؤسسة السلامة أولا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي هنا في الأستوديو حسن بن حمد البراشدي، وهو المتحدث باسم كأس شباب عمان للراليات. مساء الخير أخويا حسن. مساء النور وأهلا بكم وسهلا، ولنا التشريف مشاركتكم في برنامج صباح ومساء، واهلا بكم واهلا بكل مشاهد لهذا البرنامج وكل شاب عماني او شاب محب لرياضه الراليات. حياك الله اخويا حسن. في البدايه خلينا نتكلم عن المسمى، اسم كاس شباب عمان للراليات، لماذا كاس؟ يعني هل هو نسبه الى سلسله السباقات التي تقام على مدار العام، او هناك سبب اخر يطلق على هذه، او لسبب الفريق، او هناك ايضا نسبه للسباقات التي تقام على مدار العام؟ طبعا في البداية كأس شباب عمان راليات تم تأسيسه كما معروف علينا به مسبقا في بداية هذه السنة، وطبعا كمسمى كأس شباب عمان راليات فيعني أن هنالك في تحديات قارية. اللي يميزنا في كأس شباب عمان راليات اللي هو تم تأسيسه من خلال بطل راليات حمد لوهيبي، والهدف اللي شفناه خلال التقرير اللي هو قال على أنه ينشل السلامة. نعم. للسلامة أولا. نعم. وفي نفس الوقت قيل هو له يعني محب لهواية رياضة الراليات. طبعا كأس شباب عمان الراليات هو سلسلة من المسابقات وبرنامج متكامل على مدى سنة كاملة يتم من خلاله مشاركة، يتكون هو كأس شباب عمان الراليات من 4 فرق، كل فريق يتكون من سائق وملاح معهم 5 فنيين. الجميل في كأس شباب عمان الراليات على أن كل أفراد هذه الفرق هم عبارة عن طلاب، هم عبارة عن طلاب مثلنا نحن، يعني طلاب لا زالوا في مرحلة الدراسة، ناس لهم هواية في مسابقة الراليات، ناس لأول مرة تبتدي ككل حد في محله كسائق كملاح كفني. فالهدف الأساسي من الأهداف أو من الأهداف الأساسية كأس شباب عمان للراليات هو إنشاء جيل، يعني تدرب جيل، يعني كسائق تدربه في مسابقة الراليات كملاح كفني. مكونين من 4 فرق، كل فريق أعطي باللون، اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأبيض، ألوان أخذت من العلم العماني بالإضافة إلى الفريق الأزرق. هذه الفرق بدأت تدخل في مشاركات جولات الراليات المقامة في السلطنة مع الفرق الأخرى من الناس اللي هم يعني عندهم خبرات، أو يعني ناس خبرات كبيرة في مسابقة الراليات يدخلوا كمتسابقين، نفس الوقت هم يدخلوا متنافسين، في نفس الوقت هم يكونوا انفسهم. هذه الفرق حسن يعني من يمثلها شباب عمانيون؟ ايوه شباب عمانيين، كلهم شباب عمانيين. نعم. من المشاركين، من الطاقم الاداري، من الطاقم الفني، جميعهم عمانيين؟ كلهم عمانيين. من هذه الفرق كمكونات اساسيه في كل فريق كلهم عمانيين. طبعا كون انهم هم في بدايات وندخل احنا في مرحله تنافس مع ناس عندهم خبرات كبيره في خلال الجولات، الجوله الاولى اللي كانت في مسقط، والجوله الثانيه اللي كانت في الخميس والجمعه الماضيين في صحار، فلا بد هناك من كون طاقم فني موجود في وقت الاحتياط، موجود هذا الطاقم فني، ناس عندهم خبرات
حد منهم أجانب حد منهم عمانيين، يساعد الطاقم الفني كل فريق في حالة وجود عطل كبير جدا يعني على مستواهم كمبتدئين، لكن العمل الأساسي لكل فريق هو من الكادر الموجود فيه. نعم، على طاري الخبرات أتصور أنتم استعنتوا بمجموعة من الخبراء الأجانب. نعم. وجود هؤلاء حسن كيف يساعد على بناء بطل ربما نتوقع في المستقبل لرياضة الراليات؟ نعم، أنا صراحة وجودهم هنا كوجود يعني أصبحت كحلقة تدريس، يعني مسابقة راليات دخلناها، فوجود مثل هذه الخبرات كان الحين في هيئة في دورة تدريبية، فهو يدرب هذا الفنيين. يعني أنا أكلمك شخصيا كفني من ضمن فريق الفنيين التابع للفريق الأزرق، قبل بدايتنا الجولة الأولى وكونني مبتدئ في رياضة الراليات، قام المدرب العالمي المعروف كريس التابع من أحد المدربين الفنيين الطاقم الفني التابع للكابتن حمد الوهيبي، بيعطانا دورات حوالي 3 أيام قبل الجولة الأولى. من خلال هذه انت كانك تعطي قرعات للشباب، فبالتالي هم يكونوا متهيئين للجوله الاولى، بدل ما تبدا الجوله ويبدا السباق وهم غير مهيئين فيتم تهيئهم، فتتم تهيئه حسن. هذه مثل ما نشاهد الحين يتابع المشاهد الكريم ايضا مجموعه من اللقطات حول سباق معين حدث في الفتره الماضيه. ايوه، هذا هو صور على حسب ظني هي اللي كانت للجوله الاولى اللي قامت في مسقط، طبعا كانت خلال يوم الخميس والجمعة، فالخميس كان في نادي عمان للسيارات الجولة الأولى اللي هي جولة استعراضية، واليوم الثاني كان في منطقة الجفني. نعم، أتصور في هناك أيضا دورات تدريبية للمبتدئين في هذا المجال. نعم، يعني هذا اللي يميزنا ككأس شباب عمان الراليات، يعني احنا ناخذ يعني ندخل في الرياضة كرياضة سياريات، هذا جانب الأساسي من كأس شباب عمان للراليات، كأس شباب عمان راليات. الشيء الثاني في دورات ناخذها، يعني طبعا في عملية قبول كانت هناك في الدخول لكأس شباب عمان راليات من الشباب. نعم. نعم. بعد ما تم قبول الشباب وتكوين الفرق، تم عمل اللي هو الكاليندر اللي هو الجدول لجميع الفعاليات البرنامج على مدار السنة. اسمح لي بس حسن، خلنا أتوقف مع هذه النقطة، مسألة عملية قبول الشباب، يعني أنا هل أفهم من هذا الكلام أن في مجال أيضا للالتحاق إذا في حد حاب أن يشارك من الشباب من الفتيات ربما أن يشارك في هذه الفرق؟ طبعا هذه القابلية كانت في بداية الإعلان، يعني أنا أكلمك شخصيا كطالب من جامعة سلطان قابوس كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية، وردتنا الإعلان للي حاب أن يلتحق بكأس شباب عمان راليات عبر الإيميل، فتم التسجيل. عد تسجيل طلبات كل الشباب خلال الجامعة والكليات الثانية، شباب من الكليات التقنية والكليات الثانية، تم جمع الطلبات وعمل اللي هو التست للقبول كفني، لك تست او اختبار تقريبي يعكس خبراتك كفني. قبل الاختبار في اشتراطات معينه، في معايير معينه على اساس انتم تختاروا مثلا هؤلاء معظمهم انهم ما في اشتراطات، فكان الكل الفرصه انه يلتحق. طبعا في كان هنا اختبارات للسائقين وللملاحين وللفنيين، بعد ما تم عمل اختبارات وطلعنا النتائج تم تقسيم الفرق اللي كان هو اعلن عنه، واللي هو تكوين الفرق كل فريق من سائق وملاح والفريق الفني. نعم حسن، انت كونك كمبتدئ الان تتكلم كمبتدئ، وجود نجم كبير وبطل كبير مثل حمد الوهيبي ايش اللي يضيفه للمبتدئين في هذا المجال؟ صراحه الكابتن حمد الوهيبي يضيف من اشياء كثيره، يعني اول شيء خبرته الفنيه، خبرته كسائق، خبرته كملاح، فهو يضيف لكل المجموعات المكونه في كل جروب. يعني أنا كفني ممكن إذا عندي مشكلة ممكن أصيح على الكابتن حمد الوهيبي أحصل عند الحل، السائق عنده مشكلة يحصل عند الكابتن حمد الوهيبي الحل، الملاح يحصل عند الكابتن حمد الوهيبي الحل. هذا من شيء جانب اللي هو البحث لرياضة الآليات. الشيء الثاني اللي هو التعامل مع الثاني، صراحة شخص في قمة الأخلاق وشخص يعني قدوة يأخذ كبطل الراليات يعني الكابتن حمد الوهيبي، مؤسس هذا الكأس شباب عمان راليات هدفه تنمية مواهب الشباب العماني، وفي نفس الوقت كما ذكرت اللي هو السلام أولا يكون السفر على السلام. حسن، في مجال واحد فقط الآن نشوف أن في مجال الراليات مستقبلا هل نتوقع أن هناك يكون راح يكون شيء توسع في الكارتينج مثلا أو في الفورمولا أو في مجالات أخرى؟ أكيد طبعا كأس شباب عمان راليات هي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى. الخطوة الأولى، وإن شاء الله مستمرين في تكملة برنامجنا، وإن شاء الله سيكون هناك في نجاح، وبعد ما يحقق نجاح وتنتهي جولة شباب عمان راليات
ننتقل الى الجولات الثانيه باذن الله. انا من بعد الحلقه ان شاء الله بنجلس انا وانت وراح تضموني معاكم. تمام ان شاء الله. وفي عضو اخر ايضا زميلي سيف في الاستوديو راح يكون في الفريق. سيف ان شاء الله خلاص معكم انا ان شاء الله. ان شاء الله. عموما شكرا. هذه طبعا وقفه سريعه حسن وموضوع كبير اكيد راح تكون هناك ان شاء الله لقاءات اخرى بمشيئه الله. اشكرك على حضورك الاستوديو ومشاركتك في برنامج صباح ومساء وبالتحديد في الفقره الرياضيه. حسن بن حمد البراشدي متحدث باسم كاس شباب عمان للراليات شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. سيف الكلمه لك. شكرا لك هلال وشكرا ايضا لضيفك وشكرا ايضا مشاهدينا لكل من يتابعنا في صفحاتنا التفاعليه. شكرا لمنى المهري وشكرا لطبعي طموحي وايضا خلفان السيابي ووهج الحياه وشكرا ايضا لاحمد العامري وهمس المشاعر وفهمي السباقي. متواصل معكم ان شاء الله تعالى مشاهدينا وفقرتنا القادمه فاصل فقط ونعود اليكم. كان فخر لي انه صديقي والبطل الكبير حمد الوهيبي انه يستدعيني حتى اجي ساعده لنقدر نقوم باختيار افضل تقريبا 6 سائقين من اصل 30 حاليا. امبارح سقنا كارتينج تنشوف قد ايه كيلومتر درايفرز قد ايه عدد الاخطاء القليله اللي بيعملوها لايننج خط التسابق المثالي مثلا على البريكنج زون خط الفرمله كنا عم نشتغل كثير منيح صراحه. شعوري يعني متحمس بنفس الوقت خايف لأن منافسة شديدة بتكون يعني ما أنا السائق الوحيد في سوا وايدين يعني معانا هنا اليوم إن شاء الله مراكز أولى اليوم عشان نتأهل بكرة. في لنا أكثر من تيست واختبار منها الدرفتنج اللي هواية الجميع تقريبا. عودة إليكم مشاهدينا الأحبة المتابعين لبرنامج صباح ومساء في هذه الأمسية الجميلة طبعا بصحبة صباح ومساء وبصحبتكم أيضا متابعينا الأحبة. الشباب دائما وأبدا هم المصدر الأساسي لبناء أي أمة وهم طبعا يعني في كل المجتمعات سواء كانت متحضرة والراقية وليس غريب أبدا على بلدنا الغالية سلطنتنا الحبيبة عمان وجود أحد هذه الطاقات الشبابية المتميزة وأيضا خلنا نقول المبدعة في شتى مجالات الحياة والتي طبعا تمثلها خير تمثيل وترفع رايتها مشاهدينا في المحافل الإقليمية والدولية. لذلك اليوم قررنا أن نستضيف في الاستوديو الشاب الطموح أحمد بن عبد الله الفنا العريمي الذي قدم بحث علمي بعنوان فهم وضع الأمراض العقلية في السلطنة وحقائق واعتقاداته والذي طبعا قدمه في أوساكا باليابان الأسبوع الماضي مشاهدينا في المؤتمر الآسيوي الثالث لعلم النفس والعلوم السلوكية. نرحب في البداية بك. مرحبا بك معنا أحمد. أهلا. السلام عليكم. حياك
الله. مشاهدينا حبيت في البداية أنا أعطيكم يعني مبدأ مختصرة شوي عن أحمد، كونه من الشباب والطاقات والكوادر العمانية اللي نفخر ونفاخر فيهم. طبعا أحمد شاب عمره 24 سنة، خريج جامعة السلطان قابوس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدرجة بكالوريوس في العلوم والإدارة، وهو يعمل حاليا كمستشار من الموارد البشرية في شركة نفط، وهو باحث أكاديمي وطالب في كلية مزون الجامعية. بدأ مشواره البحثي في الجامعة عام 2010-2011 عبر عمله كمساعد باحث وطالب أيضا في نفس الوقت، التي طبعا جعله يحب البحث العلمي. طبعا أحمد له أول مشاركة علمية له كانت ورقة بحث حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤتمر الدولي الأول في الاقتصاد في مسقط، وكان الطالب الوحيد وسط حشد من الدكاترة الذين شاركوا في المؤتمر وقدموا أوراق عمل. في البداية طبعا ما أدري أكبر إنجاز لربما أحمد لك لحد الآن أنه تم نشر لك ورقة بحث علمية في دورية علمية بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير من هذا العام، وهو طبعا صاحب نظرية ابتكرها واختبرتها للتحفيز الموظفين في القطاع المصرفي والخاص. سؤالي الأول لك أحمد بعد هذه المقدمة اللي قدمناها طبعا للمشاهدين الأحبة، سؤالنا ما هو مجال دراستك بالتحديد يا أحمد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم لاستضافتي اليوم في البرنامج وشكرا على المقدمة الجميلة. طبعا دراستي الحالية هي في علم النفس في مرحلة البكالوريوس، طبعا هذه دراستي أتممها في كلية مزون الجامعية. نعم بالتوفيق نتمنى لك إن شاء الله. لكن يعني أحمد أسمع يابان وأوساكا، يعني كيف تمت عملية اختيارك للمشاركة بهذه ورقة العم بهذه يعني الورقة من بين جميع الطلبة العمانيين؟ طبعا أول خطوة أنك أي باحث ينشر ورقة عمل أنه هو يناقش هذه ورقة العمل مع أساتذة والدكاترة في الجامعة. طبعا أول خطوة لي أنا بعد ما كملت هذه الورقة اللي ناقشتها مع بعض الدكاترة، وطبعا نصحوني أن أقدمها في أحد المؤتمرات اللي ممكن تقبل هذه ورقة العمل. جميل. طيب يعني عنوان البحث، يعني جينا لو نسأله في البداية عن عنوان البحث اللي ناقشته أحمد، شو عنوان البحث؟ هو فهم وضع الأمراض العقلية في سلطنة عمان، حقائق واعتقادات. جميل. هل هناك يعني شخصيات يعني من دول عربية أو خليجية أيضا شاركت هناك معك في اليابان في الندوة؟ طبعا المؤتمر هو مثل ما ذكرت مؤتمر دولي، فكان في شخصيات وجنسيات من مختلف دول العالم. كان في من دول عربية بس كنت أنا الوحيد من دول مجلس التعاون. نعم. ما مدى استفادتك أحمد من هذا المؤتمر؟ طبعا الاستفادة الأكبر في كطالب أصغر سنا والوحيد بدرجة البكالوريوس في المؤتمر أني أشوف ناس أكثر تقدما في مجال البحث العلمي وأنا أتعلم منهم ونشاركهم آرائي، فكان هذا أكبر إنجاز بالنسبة لي أن أجلس معهم وأتعلم منهم. أول زيارة كانت لك لليابان؟ أول زيارة لليابان. طيب ما الذي لفت نظرك يعني هناك وأنت موجود في اليابان؟ الشيء المميز اللي يعني شد انتباهك؟ طبعا من جانب آخر أن اليابان دولة جدا متقدمة ودولة ذو ثقافة عريقة، فطبعا أهم شيء شدني لليابان هي ثقافتهم وطريقة معاملتهم للشخص الغريب وكيف أنهم يساعدوا الناس وكيف يحترموا الكبير. طبعا جدا شيء جميل أن تشوفه في دولة غير إسلامية. أحمد يعني كان البحث بعنوان فهم وضع الأمراض العقلية في السلطنة، حقائق واعتقادات. يعني أحس أنه موضوع كبير ومتشعب، لكن ليش اخترت يعني بالذات وضع الأمراض العقلية في السلطنة؟ طبعا الفكرة جاءت أني كنت في واحد من محاضرات علم النفس، فكنا نناقش موضوع مشابه لهذا الموضوع بس في دولة أوروبية، فكان السؤال الذي طرحت على البروفيسور اللي كان يقدم هذه المحاضرة أن هل إحنا عندنا معلومات عن الوضع في عمان؟ في بحوث مسوية عن هذا الموضوع؟ كيف أنا كطالب ممكن أثري هذا الشيء؟ فكان سؤال أن أتوقع أن هذه فرصة لك أن أنت تبحث في هذا الموضوع. جميل. وتشوف إيش هو الوضع، فكان هو هذا الشرار مثل ما يقول عشان أبدأ البحث. جميل. هل عندك يعني هناك في يعني هذا الشغف وهذا الحب، هل يعني هناك بحوث أخرى شاركت فيها أحمد؟ طبعا قبل هذا البحث قدمت ورقتين عمل، ورقة في مؤتمر وورقة إن شاء الله اللي هي بتكون في دورية علمية.
وهذا البحث بالنسبة كبحث الأمراض العقلية هو يتجزا لثلاث أجزاء. أنا قدمت الأول بس إن شاء الله بيستمر لأربع سنين قدام أن أدرس الوضع في والوعي الطلاب، بعدين أقدم التوصيات لوزارة التعليم العالي. جميل. يعني أحمد، يعني ما شاء الله عليك، صغير في السن 24 سنة، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك. الله يرزقك يا رب، طولت عمرك يا رب. إن شاء الله. يعني هذا على صغر سنك وتشارك في بحوث، يعني من هم الأشخاص اللي يشجعوك دائما لخوض هذا الغوار؟ طبعا دائما الناس يسألوني هذا السؤال، أن أرد عليهم أول شيء الشخص بنفسه، هو يكون محفز لنفسه بداية بشيء أنت مبدع فيه وشيء أنت تحبه. صحيح. والشيء الثاني أكيد هي العائلة. بالنسبة لي والوالدي وأخواني، أنهم دائما يحفزوني ليكون الأفضل في أي شيء أنا أسويه في مجال عملي أو في مجال دراستي. طبعا هذا شغف أن أنا أكون الأحسن دائما. وشيء جميل أنك تسوي هذا الشيء في مؤتمرات عالمية، ترفع اسم السلطنة وتكون في هذه المحافل الدولية. صحيح. أحمد، من ضمن المقدمة اللي ذكرتها للمشاهدين أنك صاحب نظرية ابتكرتها واختبرتها لتحفيز الموظفين في القطاع المصرفي والخاص، حدثنا قليلا شوي عن هذه النظرية. هذه النظرية طبعا أساس النظرية اللي بنيتها، احنا عندنا كثير من نظريات التحفيز في الدول الأوروبية في الولايات المتحدة، بس السؤال الأهم هل هذه النظريات اختبرت في مجتمعات عربية أو مسلمة. فكان هدفي أن أختبر هذه النظريات في نظرية موحدة تساعد موظفين الموارد البشرية في البنوك يستخدموها أنه كيف يحفزوا هذا الموظفين. طبعا ورقة البحث هذه أخذت مني تقريبا سنة أني أجهزها وأنشرها، وهم الإنجازات وهم أساساً أن تحفيز الموظفين يعتمد على علاقاتهم مع أصحابهم في العمل، علاقاتهم مع مدراهم. جميل. أكثر من أن الرواتب اللي حصلها المحفزات المالية. نعم. طبعاً. يعني سؤالنا اليوم في فقرة شبابيات، ما أعرف إذا تابعت معنا أحمد ولا لا، يعني سؤال طبعا الإجابة فيه بنعم أو لا، هل يعني هناك إقبال من الشباب للانخراط في العمل التطوعي؟ فما هي إجابتك أحمد؟ طبعا إجابتي بتكون نعم. أكيد. طبعا كنت كطالب في جامعة سلطان قابوس، في شفت كثير من الطلاب اللي هم شغوفين أن يسووا العمل التطوعي، لكن دائما أنا أقول أن التحفيز الوعي يزيد من هذا الشيء. طبعا هذا ربطه بالبحث الاول اللي انا سويته، هو المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. جميل. اللي هو شوي متقارب من هذا الموضوع، ان كيف نحفز طلاب كليه التجاره بالاخص ان يفهموا هذا الموضوع، لان هم مثل ما يقولوا تجار المستقبل. صحيح. بس لك مشاركات معينه تطوعيه تذكرها على سبيل المثال؟ طبعا اول شيء كنت اسويه في الجامعه، كنت مجموعه طلاب كنا نعطيهم مثل ما يقولوا دروس تقويه، هذا ابسط شيء ممكن تسويه كطالب حق اصحابك في الكليه. طبعا هذا وبالاضافه العملي الحين في 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 شركتي في مجموعه شباب نعمل اعمال تطوعيه. طيب ما ياثر عليك يعني احمد عملك على الجانب العمل التطوعي وعلى جانب ايضا دراستك؟ دائما انا اقول ان في جدا نظريات لتقسيم الوقت وتنظيم الوقت، لكن الحقيقة هي أن في تحط أولويات في حياتك، وهذه الأولويات لازم تتبعها، ودائما تحط لك أكثر من هدف، عشان الهدف الأول إذا ما نجح فيه يكون عندك هدف ثاني وهدف ثالث. فأهم شيء أن تكون أنت فاهم إيش أنت تريد في المستقبل وكيف توصل له، ويكون عندك اللي هي المجموعة اللي تساعدك مثل عائلتك أصدقائك أو من هذا القبيل. إذا نتمنى لك كل التوفيق أحمد بن عبد الله العريمي، مستشار موارد بشرية في شركة نفط وباحث أكاديمي. شكراً لك أحمد. العفو، أحسن لك. شكراً. طبعا ننوه ايضا على سؤال الاستطلاع يوم غد، السؤال هل تؤيد توحيد بدايه العام الاكاديمي في الجامعات والكليات الخاصه في السلطنه؟ الاجابه هي بنعم او لا. طبعا كيف احمد يعني نشارك سؤال الاستطلاع؟ طبعا احنا عرضنا السؤال على الصفحات التفاعلية، فهل تؤيد بداية العام الأكاديمي؟ اتوقع ان ايوه نعم، اجابتي بتكون نعم. اتوقع ليش؟ طب الاسباب ايش هي؟ ان عشان كنا متوحدين نبدا بنفس الوقت ونخلص نفس الوقت عن الفروقات. في ناس قاعده تشتكي من الزحمه، تقول زحمه. الزحمه دائما بتكون اتوقع موجوده، مش سبب العام الاكاديمي. اذا نتمنى التوفيق لكل الطلبه، يعني ان شاء الله في بدايه العام الاكاديمي. ايضا طبعا رسائل كثيره وصلت لنا اليوم ايضا على فقره شبابيات. طبعا كان السؤال هل هناك اقبال من الشباب للانخراط
النشاط في العمل التطوعي؟ طبعا الإجابة بنعم أو لا، وكثير من المشاركات اللي وصلتنا على الفيسبوك وعلى أيضا تويتر، كثير من التغريدات. طبعا نقرأ بعض هذه طبعا التعليقات اللي وصلت لنا على الفيسبوك. شو هذه التعليقات؟ من ضمنها يعني على الاستطلاع اللي راح يكون يوم حلقة الأحد مثل ما ذكرت جنان، من ضمن التعليقات اللي وصلتنا يعني ساحر الوهم يقول لا، لكي يكون هناك تنوع وعدة خيارات للطلبة أو المتحققين في خاصية التوقيت أضرارها أكثر من نفعها. طبعا هذه من وجهة نظر ساحر الوهم، ولكن لك كل الشكر يا ساحر الوهم. أيضا هناك عبد الله الغافري يقول عبد الله نعم ستكون خطوة رائعة جدا. شكرا لك يا عبد الله. حلوة البسمة تقول نعم. ملاك الحسني ماكر امبوسيبل لكم كل الشكر على طبعا إجابتكم على السؤال. وأيضا مرجان البحر ومعمرية ولي الفخر تقول أحسنتم وأحسن الله إليك يا معمرية. هناك أيضا تعليقات كثيرة لعل أبرزها، اللي دائما نتواصل معانا ما شاء الله عليه جنان اللي هو خالد الخالد يقول أكيد نعم، تحديد تواقيت محددة لحركة الطلبة تسهل دراسة حلول. أيضا محمد سعيد يقول يعني لا تأخذ الكليات يكون أفضل. السيد السيابي أيضا يجيب بنعم. عبد الله البطاشي يقول أنا غير مقتنع بهذه الفكرة. أما عاشقة الجروب تقول نعم. فارس الصبار يقول نعم. موتي الموتي نعم تقول أيضا. وأمير الشوق يقول نعم، بالإضافة إلى أبو فيصل العماني يقول نعم، ولكن تحديد وقت الدوام ضروري حتى لا يكون هناك تأخير. طبعا أبو فيصل ذكرنا رده وتعليقه في بداية الحلقة. هناك كثير من التفاعلات والكثير، نتمنى أيضا من جميع الأحبة المتابعين لبرنامج صباح ومساء أنهم يتفاعلوا معنا. ولا ننسى جنان فقرة نظر عينك. نعم فقرة نظر عينك طبعا دائما نذكركم لكل من حاب أن يشاركنا فيها بالصور وأيضا بالمقاطع طبعا الفيديو، كل من يحب يشارك في هذه المحطة، يعني هي محطة جميلة لاستعراض أبرز الصور اللي التقطوها وكانت أجمل اللحظات والذكريات فيها. طبعا ندعوكم أيضا للمشاركة في سؤال الاستطلاع يوم غد إن شاء الله، ونوجه التحية لكل من يشاركنا عبر الصفحات التفاعلية على الفيسبوك أومان تي في جنرال، وعلى التويتر أومان تي في جنرال، وعلى اليوتيوب أومان تي في جنرال. وبهذا وصلنا إلى ختام برنامج صباح ومساء، وأجمل التحية لكم مشاهدينا. شكرا لكم متابعينا على المتابعة، نلقاكم بمشيئة الله يوم غد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.